الدستور هو أهم عقد بين السلطة والشعب. الدستور يحدد نظام الحكم ملكي أو رئاسي، وشكل الحكومة رئاسية أو برلمانية، ودورها في تنفيذ القوانين وإدارة البلد، وهو اللي يحدد القوانين اللي يرتضيها كل الشعب، وهو اللي يحدد واجباتك وحقوقك كمواطن. الدستور هو اللي يحدد أيضاً دور السلطة التشريعية اللي تفصل في النزاعات وتضع القوانين. فالقانون هو مجموعة القواعد اللي تنظم حياتنا ويعاقب كل من يخالفه. لكن ما تنساش، كل قانون لازم ما يخالفش الدستور، فالدستور هو أعلى رتبة من القانون، وكل قانون يلغى في حال عدم دستوريته. يلا نبنوها وبدينا نحن.